نروح لخبرنا الثاني من جريدة البورصة تحت عنوان 2.5 مليار دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو. البنك المركزي أعلن عن قفزة غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي للشهر اللي فات ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2011. وصل الاحتياطي 31 مليار و125 مليون دولار بنهاية مايو بعد زيادة الاحتياطي بمقدار 2.5 مليار دولار. ده بيرجع لطرح السندات الدولية خلال مايو واللي بلغت حصيلتها 3 مليار دولار. الاحتياطي النقدي استفاد من تحرك الحكومة منذ بداية العام الحالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية، حيث توسعت الحكومة في طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 7 مليار دولار من بداية العام الحالي. وكمان الحكومة حصلت على عدة قروض، منها قرض أو قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى 2.75 مليار دولار أو 2 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي. من المنتظر الحصول على الجزء الثاني من الشريحة خلال الشهر الحالي بقيمة 1.25 مليار دولار.